بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم نبتدأ بمحاضرة جدا مهمة وهو الجهاز الثاني من أجهزة الجسم في مادة الفيستجة، هو الجهاز العصبي Nervous System، الجهاز العصبي الجزء الأول. طبعا الجهاز العصبي هو جهاز جدا مهم في الجسم، لذلك محاضرة أو محاضرتين لا تكفي أصلا لتغطية هذا الجهاز. لذلك اليوم سنبتدأ في البارت الأول أو في الجزء الأول من هذا الجهاز. طبعا نظرة عامة عن الجهاز العصبي، نأخذ نظرة عامة كمقدمة عن الجهاز العصبي. طبعا للجهاز العصبي ثلاثة وظائف رئيسية، أولها اللي هو السنسوري إنبوت اللي هو الإدخال الحسي، وأيضا إنتجريشن أوف داتا اللي هو تتابع الخلايا العصبية أو المتابعة، وأيضا عندنا الموتور اللي هو هذا النقطة الثالثة اللي هو موتور أوتبوت اللي هو شنو الإنتاج الحركي أو الخلايا العصبية الحركية. المدخلات الحسية سنسور إنبوت هو عندما يقوم الجسم بجمع المعلومات، أو البيانات عن طريق الخلايا العصبية اللي هي nervous cell أو يطلق عليها neurons، والخلايا الدبقية glia أو المشابك synapses أو المشابك synapses، هذا راح نتكلم عنها في المحاضرة هذه أو المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله. يتكون الجهاز العصبي nervous system من خلايا عصبية nervous cell أو عصبونات neurons، أو يتكون من المشابك العصبية synapses التي تتشكل بين الخلايا العصبية وتربطها بمراكز في جميع أنحاء الجسم أو خلايا عصبية أخرى. تعمل هذه الخلايا العصبية على الإثارة excitation أو التثبيط inhibition، على الرغم من أن الخلايا العصبية يمكن أن تختلف في الحجم أو الموقع، فإن تواصلهم مع بعضهم البعض هو راح يحدد الوظيفة. تقوم هذه الأعصاب بتوصيل نبضات من المستقبلات الحسية اللي هي نطلق عليها sensory receptor المن إلى الدماغ brain. تقوم هذه الأعصاب بتوصيل نبضات من المستقبلات الحسية إلى الدماغ والحبل الشوكي spinal cord، وهنا سوف يتم معالجة البيانات عن طريق الخلايا المعالجة أو معالجة البيانات integration of data، والذي يحدث فقط في الدماغ، الذي يحدث فقط وين؟ في الدماغ. بعد الدماغ البرين راح تتم معالجة المعلومات، ثم يتم إجراءها أو توصيل النبضات من الدماغ والحبل الشوكي المن إلى العضلات muscles وأيضا الغدد gland، وهو ما يسمى بالإخراج أو الناتج الحركي نطلق عليه motor output. الخلايا الدبقية اللي هي نطلق عليها glia cells توجد داخل الأنسجة، وهي ليست مثيرة ولكنها تساعد في تكوين الميلانين أو التنظيم الأيوني ionic regulation والسوائل خارج الخلية. هاي بالنسبة إلى مقدمة عن الجهاز العصبي والخلايا التي توجد في الجهاز العصبي. نكمل محاضرتنا. يتكون الجهاز العصبي من جزئين رئيسيين أو تقسيمين فرعيين، أحدهما يطلق عليه Central Nervous System
نرمز له بالرمز SNS اللي هو الجهاز العصبي المركزي، والجزء الآخر نطلق عليه Peripheral Nervous System نرمز له PNS أي الجهاز العصبي المحيطي. الجهاز العصبي المركزي راح يشمل البرين اللي هو الدماغ، ويشمل أيضا شنو Spinal Cord ويشمل الحبل الشوكي. نجي نشوف الدماغ. طبعا الدماغ هو مركز التحكم في الجسم Control Center. لدى الجهاز العصبي المركزي مراكز مختلفة موجودة داخلها، منها تعقد الحسية وإدخال البيانات أو الإخراج الحركي. هذه المراكز يمكن أن تنقسم إلى مراكز سفلية بما في ذلك النخاع الشوكي هو Spinal Cord، وأيضا جذع الدماغ اللي هو Brain Stem، ومراكز عليا هي التواصل أو هي مناطق التواصل مع الدماغ عبر المؤثرات. أما الجهاز العصبي المحيطي هو عبارة عن شبكة واسعة من العمود الفقري والأعصاب القحفية التي ترتبط بالدماغ والحبل الشوكي. الحبل الشوكي يحتوي على مستقبلات حسية. هذه المستقبلات الحسية هي تساعد في معالجة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. وأيضا يتم إرسال هذه المعلومات إلى الجهاز العصبي عبر الأعصاب الحسية الواردة. بعدها ثم يتم تقسيم الجهاز العصبي المحيطي إلى الجهاز العصبي اللا إرادي. الجهاز العصبي المحيطي أيضا راح ينقسم إلى قسمين، راح ينقسم إلى الجهاز العصبي اللا إرادي نطلق عليه Autonomic Nervous System، والجهاز العصبي الجسدي نطلق عليه Somatic Nervous System. الجهاز العصبي اللا إرادي اللي هو Autonomic Nervous System لديه سيطرة لا إرادية على الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية والعضلات المرساء والقلبية. والله شباب. أما الجهاز العصبي الجسدي اللي هو نطلق عليه Somatic Nervous System لديه سيطرة على الجلد والعظام Bone والمفاصل Joints والعضلات الهيكلية skeletal muscle. هذان النظامان يعملان معا عن طريق الأعصاب. إذن هسه هذه هي التقسيمات بصورة عامة. عندنا موضوع آخر نطلع عليه structure and function of neurons اللي هو تركيب ووظائف الخلايا العصبية. الخلايا العصبية طبعا هي متخصصة للغاية في معالجة الإشارات الخلوية ونقلها. تعطي تنوع الوظائف التي تؤديها الخلايا العصبية في أجزاء معينة من الجهاز العصبي. كما هو متوقع مجموعة واسعة في الشكل والحجم والخصائص الكهروكيميائية للخلايا العصبية. مثلا يمكن أن يختلف قطر السومة، طبعا هذا السومة يعني هذا السومة هو نقصد به هو cell body أو بوتي سيل، نقصد عليه بجسم الخلية يطلق عليه بالسومة. هذا جسم الخلية هو يتكون من 4 إلى 100 يعني كقطرة من 4 إلى 100 ميكرومتر. عندنا السومة أو cell body أو جسم الخلية نطلق عليه هو الجزء المركزي من الخلايا العصبية، يحتوي على علامات مركزية. طبعا راح نعوض هذا الشرح شباب بهذا جسم الخلية، راح تلاحظونه. هذا هو جسم الخلية، تلاحظون المؤشر، هذا هو جسم الخلية. جسم الخلية هذا يطلق عليه سومة، يحتوي على نواة في الخلية. هذه هي الخلية تحتوي على نواة بداخلها، وين؟ في مركز السيل بودي في جسم الخلية، ولذلك هو المكان الذي يحدث فيه معظم تخليق البروتين. هنا راح يصير معظم تخليق البروتين في هذا المكان. طبعا هذا هو كله هو عبارة عن الخلية العصبية، هذا هو مقطع نموذجي من الخلية العصبية. نكمل شباب. يتراوح قطر النواة اللي هي هنا راح تكون من 3 إلى 18
ميكرومتر. أيضا يوجد شنو تشجرات، يوجد مصطلح يعني يطلق عليه دينترتس، هذا هو الدينترتس اللي يطلق عليه تشجرات أو شجيرات أو تشعبات. شلون تسميه أنت؟ سميه يعني. هذه التشعبات دينترتس هي امتدادات خلوية مع العديد من الفروع. طبعا في هذه التشجرات هو المكان الذي يحدث فيه غالبية المدخلات اللي هي الانبوت المن إلى الخلايا العصبية، إلى الخلايا العصبية. مع ذلك خروج المعلومات أي تدفق المعلومات من التشجرات إلى الخلايا العصبية الأخرى يمكن أن تحدث أيضا باستثناء المشابك الكيميائية هي chemical synthesis التي سوف تمنع التدفق من خلال تثبيط بواسطة المحور العصبي اللي هو أكسون. هذا هو المحور العصبي، هذا هو المحور العصبي يطلق عليه أكسون. هذا الأكسون راح هو أصلا لا يمتلك مستقبلات كيميائية ولا يستطيع ولا تستطيع الشجرات أن تفرز مواد كيميائية لها. هذا يفسر طريقة واحدة فقط لتوصيل النبضات العصبية. هذا المحور اللي هو الأكسون هو دقيق يشبه الكابل، الكابل إذا تشوفونه وهو دقيق، يمكن أن يمتد عشرات أو مئات أو حتى آلاف أضعاف قطر جسم الخلية في الطول يعني يكون. ينقل المحور اللي هو هذا، طبعا هو الأكسون معناه المحور، هذا المحور أو الأكسون هو راح ينقل الإشارات العصبية يوميا بعيدا عن جسم الخلية عكس الدينترس اللي راح تنقل الإشارات العصبية إما إلى جسم الخلية. أما الأكسون هو راح ينقل الإشارات العصبية بعيدا عن جسم الخلية. العديد من الخلايا العصبية لديها فقط محور واحد، يعني العديد من الخلايا العصبية لديها فقط محور واحد مثل هذا يعني، حيث يخرج يعني، ولكن هذا المحور قد يعني قد وعادة ما يخضع لتفرع واسع ممكن أن يتواصل مع العديد من الخلايا المستهدفة. طبعا الجزء من المحور العصبي حيث يخرج من جسم الخلية يسمى أكسون اللي هو هذا المحور التي لديها أكبر كثافة من قنوات الصوديوم المعتمدة على الجهد. هذا المحور يحتوي على كثافة عالية من قنوات الصوديوم، هذا يجعله الجهد الأكثر إثارة من الخلايا العصبية ومنطقة بدء المحور. طبعا في المصطلحات العصبية لها أكبر عتبة محتملة للعمل أي الاستقبال المفرط، بينما المحور يشارك بشكل عام في تدفق المعلومات، ويمكن لهذه المنطقة أيضا أن تتلقى المدخلات من الخلايا العصبية الأخرى المحيطة المحورية عن طريق هيكل متخصص في نهاية المحور العصبي، في نهاية المحور العصبي. طبعا يستخدم لإطلاق المواد الكيميائية عن طريق الناقل العصبي وأيضا التواصل مع الخلايا العصبية الأخرى. عادة ما تكون هذه المحاور وهذه التشجرات في الجهاز العصبي المركزي هي طبعا حوالي 1 ميكرومتر، في حين إن بعضها في الجهاز العصبي المحيطي هو أكثر سمك من 10 إلى 25 ميكرومتر أو أكبر بقليل. يمكن أن يكون أطول محور عصبي للخلايا العصبية البشرية يزيد عن 1 متر، طبعا تمتد من قاعدة العمود الفقري إلى أصابع القدم. تحتوي الخلايا العصبية الحسية على محاور عصبية تطلق من أصابع الأعمدة الظهرية وتكون أكثر من 1.5 أي 1.5 متر وين في البالغين. هذا هو الرسم يعوض عن يعني هذا الشرح هو يعوض عن الرسم يعني كشكل وكالقطر للأكسون والدينترس. عندنا موضوع آخر هو الوظائف، أي وظائف الخلايا العصبية function. طبعا تنقل الخلايا العصبية الحسية المعلومات من الأنسجة والأعضاء إلى الجهاز العصبي المركزي. تنقل الخلايا العصبية الفعالة إشارات كيميائية من الجهاز العصبي المركزي إلى الخلايا المستجيبة
اللي هي شنو إفكتور سيل، وتسمى أحيانا بالخلايا العصبية الحركية اللي هي موتور نيورونز. تربط الخلايا العصبية، الخلايا العصبية تربط داخل مناطق محددة من الجهاز العصبي المركزي، يمكن أن يشيد أن يشير إلى وارد وصادر، وراح نعرف شلون وارد وصادر. ممكن يدخل افرنت، افرنت اللي هو نقصد عليه بوارد، و افرنت نطلق عليه شنو صادر. والوارد وايضا بشكل عام على الخلايا العصبية على التوالي طبعا احضار معلومات او ارسال معلومات من الدماغ. هنا عندنا الخلايا العصبية الحركية، الخلايا العصبية الحركية والخلايا العصبية الجسدية، كلها خلايا عصبية مثيرة أي لديها وظائف معينة. غالبا ما تكون هذه الخلايا العصبية المثيرة في الدماغ هي غلوماتيكية. الخلايا العصبية الحركية الشوكية والتي تتشابك على الخلايا العضلية تستخدم الأستلكولين كناقل عصبي. هنا الأستلكولين طبعا هذا جدا مهم، يستخدم كناقل عصبي. يعني الخلايا العصبية الحركية الشوكية ما راح تقدر تشابك مع الخلايا العضلية إذا ما تحتوي على الأستلكولين كناقل عصبي. راح تمنع الخلايا العصبية تثبيط الخلايا الحسية المستهدفة، تعرف الخلايا العصبية المثبطة أيضا باسم العصبونات نيورون، أي عصبونات قصيرة أو عصبونات داخلية أو ناتج من بعض التراكيب الدماغ. طبعا هي هذه الخلايا هي راح تكون مثبطة، أي نواقل عصبية مثبطة. هذه النواقل العصبية ممكن تكون GAPA وأيضا جلايسين. عندنا مصطلح يطلق عليه التعديل. ماذا يقصد بالتعديل؟ التعديل هو تأثير الخلايا العصبية تأثيرات أكثر تعقيدا، تسمى التعديل العصبي نيورو موديوليشن. تستخدم هذه الخلايا العصبية مثل الدوبامين والأستلكولين والسيروتونين وغيرها. هذا طبعا هنا راح نتوسع أكثر من حيث الوظائف، يعني كصورة واضحة أو كملخص. يعني قلنا the nerve cell الخلايا العصبية، الخلايا العصبية the nervous system composed of nerve cells تكون من خلايا عصبية أو neurons أو عصبونات. نجي نشوف الخلايا العصبية. عندنا أول خلايا عصبية هي الخلايا العصبية الحركية هو motor neuron. هاي الخلايا العصبية لديها هو عصب صادر efferent neuron، هو عصب صادر. طبعا تتحرك نحو عضو مركزي أو نقطة، وأيضا من مميزاتها هي تنقل الرسائل من الدماغ أو النخاع الشوكي إما إلى العضلات أو الأعضاء. realize messages from the brain or spinal cord to the muscles and organ. هاي هو جدا مهم. نجي نشوف كمخطط عن الموتور نيورونز الخلايا الحركية. طبعا هذا هو جسم الخلية مثل ما تعرفون، قلنا هذا هي دينترز الشجرات، وهذا هو السيل بودي، هذا هو جسم الخلية. هنا تقع الخلية والنواة، هذا هو الأكسون اللي هو المحور. هنا خلية تدعى شوان سيل نيورونز، خلية شوان. هذه العقد تدعى بعقد رانبير، عقد رانبير. هنا طبعا عندنا صفيحة أو غمد، هذا الغمد يطلق عليه بالمايلين، غمد المايلين. هنا هو صفائح أو نهايات حركية أو صفائح حركية من الألياف العضلية. هاي شو تمثلنا بالخلايا الحركية. عندنا خلايا أخرى يطلق عليها سنسوري نيورون. هذه الخلايا السنسوري نيورون هو عصب وارد، أي عكس الخلايا أعلاه. هاي هي
efferent neuron وليس efferent neuron. هاي efferent neuron أي عصب وارد. طبعا تبتعد أو التحرك عن عضو مركزي أو نقطة أي عكس الوظيفة وظيفة الخلايا الحركية. أيضا relays messages تنقل الرسائل أو المعلومات from receptor من المستقبلات to the brain or spinal cord إلى الدماغ أو الحبل الشوكي. لو تلاحظون هذا كمقطع عرضي راح نبين به السنسوري نيورون الخلايا الحسية. طبعا هذا هنا synaptic endings هي نهايات التشابك هنا راح تكون. هذا هو الأكسون اللي هو المحور. هنا راح يكون cell body جسم الخلية. هنا راح يكون dendrites تشجرات راح تكون هنا طبعا ناعمة مقطع عرضي راح يكون أقل يعني. هنا هو نود اوف رانبير اقد رانبير ريسبتور ان سكان هاي مستقبلات على الجلد. هاي مستقبلات توجد على من على الجلد تلاحظوها. عندنا نوع ثالث من الخلايا انتر نيورون هي خلايا داخلية. هذه الخلايا الداخلية خلايا عصبية داخلية هي تنقل الرسائل من الخلايا العصبية الحسية إلى الخلايا العصبية الحركية. تنقل الرسائل والمعلومات من الخلايا العصبية الحسية إلى الخلايا العصبية الحركية. وأيضا هي راح تصنع وتكون البرين الدماغ والسبينر كورد والحبل الشوكي. طبعا هنا أنا راح يوضح الخلايا الداخلية أيضا دينترس هذه الشجرات تصير بودي جسم الخلية وهنا ترفع النواة وداخل الخلية. هذا هو أكسون المحور. هنا هو التشابك العصبي راح يكون. هذا هو التشابك العصبي. نجي نشوف شنو الفرق بين الأكسون اللي هو المحور وبين دين درتس. ما هو الفرق بين الأكسون المحور وبين الدين درتس الشجرات؟ طبعا اول فرق هو ياخذ انه المحور هو ياخذ معلومات بعيدا عن جسم الخليه. اما الدندرس هو احضار المعلومات الى جسم الخليه. هذا كفرق اول. هنا الاكسون هو السطح الخاص به راح يكون املس. اما الدندرس هو السطح الخاص به راح يكون شنو خشن يحتوي على تشجرات. هنا عادة في المحور راح يكون عندنا محور واحد فقط لكل خلية. هنا عادة راح يكون عندنا عدة تشجرات لكل خلية. المحور لا يحتوي على ريبوسوم أما التشجرات تحتوي على ريبوسوم. المحور يحتوي على الماينين أما التشجرات لا يحتوي على الماينين. المحور يتفرع أبعد من جسم الخلية أما الدندرس اللي هي الشجرات وتفرع في القرب من جسم الخلية. لو تلاحظون شلون راح تفرع بالقرب عن جسم الخلية سنرجع لهذا المخطط. إنه لو تلاحظون إنه هنا في المحور إنه في الشجرات العفو إن التفرعات كانت قريبة من جسم الخلية. أما في المحور اللي هي التفرعات راح تكون شنو بعيدا عن جسم الخلية. جسم الخلية نقصد به هو هذا. عندنا طبعا موضوع آخر وهذا جدا مهم أخاف يجيكم يعني سؤال. إذا أجاكم سؤال قال لكم مثلا الخلايا العصبية تتشابه مع الخلايا الأخرى بعدة أسباب. الخلايا العصبية تتشابه مع الخلايا الأخرى بعدة أسباب. بماذا تتشابه الخلايا العصبية مع الخلايا الأخرى أي خلايا خلايا الجسم الأخرى؟ أول شيء طبعا neurons are surrounded by a cell membrane. طبعا أن الخلايا العصبية هي تحاط بغشاء الخلية. وأيضا الخلايا العصبية لها نواة تحتوي على جينات. وأيضا أنه هذه الخلايا العصبية تحتوي على سيتوبلازم وميتوكوندريا وعضيات أخرى يعني حالة حال باقي الخلايا.
وأيضا أنه هذه الخلايا العصبية تتشابه مع الخلايا الأخرى، حيث تقوم الخلايا العصبية بتنفيذ العمليات الخلوية الأساسية مثل تخليق البروتين وإنتاج طاقة energy production. أما عكسها، بماذا تختلف الخلايا العصبية مع خلايا الجسم الأخرى؟ تختلف أول شيء أن الخلايا العصبية لها امتدادات متخصصة تسمى التشعبات أو التشجرات والمحور، والتشجرات تجلب معلومات إلى جسم الخلية، أما المحور هو راح يأخذ معلومات بعيدة عن جسم الخلية. وأيضا تختلف عن الخلايا الأخرى حيث أن الخلايا العصبية تتواصل مع بعضها البعض من خلال عملية كهروكيميائية، وأيضا تختلف عن الخلايا الأخرى حيث أن الخلايا العصبية تحتوي على بعض الهياكل المتخصصة مثل المشابك أو المواد الكيميائية، على سبيل المثال ناقلات عصبية تحتوي. هاي ميزة متوفرة بالخلايا الأخرى، هذا مهم تقسم عليه الطلاب. ها هي أنواع الخلايا اللي أعلاه درسناها بالتفصيل. هنا عندنا موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا طبعا. يتم ترتيب الأنواع الثلاثة من الخلايا العصبية، الأنواع الثلاثة اللي أخذناها أعلاه، في دوائر أو شبكات راح تمثل بمخطط يدعى القوس الانعكاسي. هذا هو القوس الانعكاسي، راح نوضح به الخلايا الثلاثة أعلاه. أول شيء عندنا ريسبتور سيل، هي خلايا مستقبلة. هذه الخلايا شو راح تسوي؟ راح تنطل معلومات عن طريق السنسوري نيورون، عن طريق الخلايا الحسية، المن إلى داخل سبينال كورد، داخل الحبل الشوكي. طبعا هنا ايش راح يوجد؟ حبل الشوكي ننطق عليه بالانتر نيورون. هنا توجد شنو؟ خلايا داخلية، خلايا داخلية. إذن هذه هي المستقبل، خلايا مستقبلة راح تنطي معلومات أو إشارات أو نبضات إمن إلى داخل الخلايا الداخلية، أي إلى داخل السبينال كورد، الحبل الشوكي. هنا إيش راح يسوي الحبل الشوكي؟ راح يخرج هذه المعلومات اللي يستقبلها من الخلايا الحسية، راح يستخرج هذه المعلومات عن طريق الخلايا العصبية الحركية، اللي هي هذا اللي هو موتور نيورون، عن طريق الخلايا العصبية الحركية المن إلى العضلات أو الغدد، إلى العضلات أو حيث تحدث هنا الاستجابة، كان تكون حركة أو إفراز أو سلوك. أيضا راح نعوض عنه بمخطط، هذا الرسم المخطط راح نعوض عنه بمخطط ثاني، أي رسم بياني. هذا الرسم البياني عندنا أول شيء ستيميولس، أي يقصد بشنو؟ تحفيز، راح يكون تحفيز خارجي، وأما شنو؟ تحفيز داخلي. هذا التحفيز راح يؤدي إمل للريسبتور اللي هو مستقبل، كأن يكون سيل أو أورجان، كأن يكون خلية أو عضو. هذا المستقبل راح يودي المعلومات أو النبضات أو الإشارات العصبية، إما راح يوديها للمنسق أو المنظم coordinator، كأن يكون البرين القلب أو spinal cord أو الحبل الشوكي، عن طريق شنو؟ عن طريق السنسوري نيورونز، عن طريق العصب الحسي. هنا المنظم أو المنسق اللي هو كان يكون الدماغ أو الحبل الشوكي راح يودي بالمعلومات أو الإشارات العصبية إما للإفكتور اللي هو للمؤثر أو المستجيب، كأن يكون مصل عضلات أو غلاند أو غدد. هنا المؤثر أو المستجيب شو راح يسوي؟ راح يؤدي بالمعلومات العصبية إما للريسبونس، للاستجابة ريسبونس، كأن تكون موفمنت حركة أو سيكريشن أو إفراز أو بيهيفور أو شنو أو سلوك. هذا هو جدا مهم أنتم مطالبين فيه طلابنا الأعزاء. طبعا هذا مخطط يوضح ما شرحناه أعلى، اللي هو تقسيم
the organization of nervous system اللي هو شنو هو تنظيم الجهاز العصبي طبعا human nervous system الجهاز العصبي في الإنسان يتكون من قلنا من يتكون قلنا يتكون من central nervous system ينطق عليه CNS ويتكون من peripheral nervous system الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي نطلق عليه PNS الجهاز العصبي المحيطي يتكون من somatic nervous system الجهاز العصبي الجسدي ويتكون من شنو من autonomic nervous system الجهاز العصبي اللا إرادي الجهاز العصبي اللا إرادي يتكون من sympathetic motor system الجهاز السمبثاوي ويتكون من شنو من parasympathetic system يتكون من الجهاز البارسمبثاوي طبعا هذه الأجهزة اللي هو central nervous system والبيرفرال نيرفوس سيستم راح نشرحهم بالتفصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله وكذلك السوماتيك والأوتونوميك أيضا راح نشرحهم في المحاضرات القادمة وكذلك راح نشرح السامبثيتيك والباراسامبثيتيك راح نشرحهم في المحاضرات القادمة إن شاء الله بالتفصيل لكن كمرور سريع أن الوظائف اللا إرادية الوظائف اللا إرادية اللي يتحكم بها الـ autonomic nervous system هذه الوظائف إن كانت تكون هضم أو توازن أو تنفس يعني هذني إنه الشخص ما يقدر يتحكم بهن لا إراديات هذني يا مسؤول عليهن الـ autonomic nervous system أما الإراديات اللي شخص ممكن أن يسيطر عليهن ويتحكم مثل استخراج الدموع أو مثل البول أو غيرها هاي مسؤول عليها هو السوماتيك نيرفوس سيستم الجهاز العصبي الجسدي طبعا معظم أعضاء الجسم راح تكون تنقسم إلى مجموعتين معظم أعضاء الجسم تتحكم بها مجموعتين من فصلتين من الخلايا العصبية الحركية هاي المجموعتين هي منقسمة تحت جهازين تابع للجهاز العصبي مقسومة تحت السيمبثيتك سيستم الجهاز العصبي السمبثاوي ومقسومة أيضا تحت الباراسمبثيتك سيستم الجهاز الباراسمبثاوي هذين الجهازين هي معظم فعالياتنا اليومية والحركية وغيرها وكل شيء هي تقع على عاتق هذين الجهازين أو مسؤول عنه هذين الجهازين اللي هو السيمبثيتك والباراسامبثيك راح نجي ناخذ بعض الأعضاء ونشوف شلون تحكمه أول شيء عندنا العين طبعا هو استخراج الدموع أو التوسع أو عدم توسع حدقة العين طبعا بالسمبثاوي راح يكون اتساع بحدقة العين أما بالباراسامبثاوي راح يكون شنو تقلص أو يقيد حدقة العين عندنا هنا الغدة الدمعية تير جلاندز الغدة الدمعية طبعا الجهاز السمبثاوي ما راح يأثر عليها لكن جهاز الباراسمبثاوي راح يحفز من إفراز الدموع عندنا سيريبري جلاندز اللي هي غدة اللعابية طبعا الجهاز السمبثاوي هو راح يمنع إنتاج الغدة اللعابية لكن المسؤول عن إنتاج الغدة اللعابية ويحفز من إنتاج الغدة اللعابية هو الباراسمبثيك سيستم لونج اللي هو الرئة طبعا يوسع القصبات الهوائية السامبثيك هو راح يوسع القصبات الهوائية في الرئة أما الباراسامبثيك هو شبيه راح يقلص القصبات الهوائية في الرئة هيرت القلب هنا معدل نبضات القلب راح يزداد تحت تأثير السامبثيك أما معدل نبضات القلب راح يقل تحت تأثير الباراسامبثيك عندنا القناة الهضمية هو هنا تحت راح تمنع هذه القناة الهضمية من التمعج تحت تأثير السامبثيتيك أما سوف تحفز على التمعج تحت تأثير الباراسامبثيتيك بالنسبة للليفر القلب هنا راح يحفز من إنتاج الجلوكوز طبعا تحت تأثير السامبثيتيك سيستم وهنا شبين هو راح يحفز من إفراز البيل اللي هي العصارة الصفراء تحت تأثير الباراسامبثيتيك سيستم البلدر اللي هو الميثانة البولية هنا طبعا انهبتس
urination إنه يمنع التبول تحت تأثير السيمبثتك هي تمنع التبول لكن راح يحفز المثانة راح تحفز على التبول تحت تأثير الباراسيمبثتك سيستم. هذا راح نشرحه إن شاء الله في المحاضرات القادمة بشكل مفصل. طبعا هذه إلى هنا تنتهي محاضرتنا اليوم واللي هو الجزء الأول من الجهاز العصبي بصورة عامة وتقسيماته والخلايا التي تكون منها. طبعا هنا كمقدمة وكأنواع الخلايا شرحناها بالتفصيل أنواع خلايا الجهاز العصبي والعصبونات وأيضا جسم الخلية العصبية. أما التقسيمات الجانبية اللي هو الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي راح نشرحها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا لحسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.